السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله بقى هنصور الفراخ يا جماعة. ده دورة فراخ رمضان اللي انتم متابعين معايا فيها، ده ان شاء الله هنصورها النهاردة. اعذروني لان بقالي كام يوم ما نزلتلكوش عنها، يمكن علشان بقى انا جبت يعني بدأت ادخل يعني فراخ رمضان ودورات رمضان. كل سنة وانتم طيبين. دخلت ابيض يا جماعة ودخلت ساسو، وان شاء الله برضه هيبقى في بط ان شاء الله، بط رمضان. يمكن ده كله يعني شغلني شويه على ان انا ما اصورش معاكم كل يوم. محدش يزعل مني يا جماعه، عشان انا كنت وعدتكم ان انا ان شاء الله هصور كل يوم باذن الله. ساعه بس يعني هنخلص شويه كده وباذن الله هنتابع مع بعض تاني كل يوم ان شاء الله. النهارده يا جماعه كده هنعمل مع بعض خلطه جديده علشان الفراخ ما شاء الله تمشي كويس معانا. حابه بس اوريكم الفراخ ما شاء الله ماشيه كويس اهيت. ده البلد المشعر يا جماعه اللي انتم شايفين، ده البلد المشعر. اما في كام فرخه كده يعني متهيألي كده حوالي 5 فرخات او 5 فراخ جم كانوا ساسو، بس للاسف يا جماعه هم ما طلعش ساسو. في يمكن فرخان 2 بس فيهم اللي طلعوا ساسو، اما الباقي رفيع اهو، ده احمر بس مش ساسو اصلا يا جماعه. هو زي ما تقول بلد برده بس مشعر، ما طلعش ساسو. ويمكن هو فرخ واحد بس الوحيد او 2 اللي طلعوا فيهم ساسو. انا ما كنتش مكتره فيهم ولا حاجه، انا تقريبا كنت جايباهم 5 كده. اما الفراخ الكبيره يا جماعه اللي ديت، ده اكبر فراخ اهيت. ده انا قبل كده قلت لكم ده بتاع الفقاسه، عشان ما حدش يفكر يعني ايه ان انا بوريكم الفراخ كبيره ومش عارف ايه وكده والحاجات ديت، لان في ناس ممكن تقول الفراخ لحقت تكبر امتى. لا، الفراخ الصغيره دي يا جماعه اللي انتم شايفينها الصغيره دي البلد المشعر، ده الدوره اللي احنا بادئينها مع بعض اللي انتم شايفينها دي. اما الكبيره اللي ديت زي الاسمر واللي هو ملبط باحمر، ده يا جماعه كانوا حوالي 10 كده من بتوع الفقاسه، كانوا طول عندي، فانا حطيت دول مع دول علشان يكبروا مع بعض ويدفوا بعض. بس في فراخ بقى اللي هي لونها احمر ديت، ده انا كنت يعني كنت جايبه حوالي 5 كده على اساس ان هم اساسه، بس شايفين اهو ده ما طلعش يا جماعه اساسه، ده طلع فرز تاني اهو. الفرخ انتوا شايفينه دي، ده الاساسه انا جايبه دفعه اساسه. الاساسه بقى اللي هو يعني اللي على اصله ما شاء الله تلاقوه بيكبر بسرعه، ده اللي انا حطاه مع الفراخ البيضاء. حتى انتوا لو تابعتوا الدوره معايا ان شاء الله هتلاحظوا وهتشوفوا. بس على فكره يا جماعه اللي حابب يجيب يبدا بقى يجيب من دلوقتي، علشان ما حدش يستنى يعني يقول لا ما جاي ودفي، او في اخر 2. في اخر 2 هيكون الفراخ الاسعار بتاعها زادت عن كده يعني. كمان خلي بالكم الاسعار، يمكن شيطان نار الايام دي في الفراخ ما شاء الله، يعني اسعار يمكن ما سمعناهاش قبل كده، الاسعار فظيعه. ليه ما اعرفش، يمكن علشان مثلا الناس دلوقتي بدات تدخل رمضان مش عارفه. بس اللي انا اعرفه ان الفراخ بتهيالي ان هي من هنا ورايح هتبدا تشد، فاللي حابب يجيب يبدا يجيب من دلوقتي. وان شاء الله يا جماعه اللي هيجيب برده من دلوقتي برده الفراخ ان شاء الله بتاعته هتنهض معانا. فانتوا زي ما انتوا شايفين اهوت، انا لسه بحط الفراخ في المكان اللي انتوا شايفينه دوت، ده شويه بس كده على ما نحاول ان شاء الله ان احنا هننقلهم في مكان تاني يكون فيه شمس شويه، بتدخل لهم شمس، لان انا حابه يا جماعه المكان يعني انا يعني عايزه الناس كلها تاكيد انا حابه المكان اللي انا بربي فيه يدخل لي شمس. فالبلكونه ديت، ده بلكونه صغيره كده على الشارع، دي مش بتدخل لها شمس يا جماعه. فالبلكونه اللي غادي دي اللي بتدخل كلها شمس، فان شاء الله كده يعني حوالي يومين ثلاثه، لان هي فيها دوره فراخ بيضة باذن الله، يوم او 2 هنبيعها وهبدا اطهر المكان وننضفه وهننقل كل ده يا جماعه فيها، علشان الفرخ اللي بيبقى في الشمس تبص تلاقيه يكبر معاك بسرعه، ما يمرضش، ما يجيبليش اي تعب، وتبص تلاقي الفرخ ما شاء الله ماشي معاك طبيعي، ويجي يومه بيومين وبيكبر اكبر من حجمه كمان، او يعني يكبر اكبر من سنه كمان. الناس اللي هي متابعه معايا وكام يوم اللي انا ما صورتش فيهم دولت، ده يمكن انا ما بعملش فيهم حاجه زايده غير انني بعمل الخلطه او بعمل الوصفه بمشي عليها يومين او 3 في الاسبوع. يمكن يومين ماشي، يمكن 3 ماشي، يعني ايه اليوم اللي انا ما صورش فيه زي ما انا عودتكم، قلت لكم اليوم اللي انا ما صورش فيه اعملوا الخلطه مرتين او 3 في الاسبوع، تمام؟ فانا ما عملتش اي حاجه زايده خالص، لو في حاجه زايده ان شاء الله بطلع واقولها لكم انا عملت كذا كذا. فاحنا عملنا خميره كم مره بقى؟ عملنا خميره كم مره؟ لان قلت لكم يا جماعه امشوا على الخميره، ما حدش يسيب الخميره، حتى لو الفراخ بلدي امشي عليه، عايزه الفراخ تمشي معاك كويس، حتى لو كانت بلدي استعملي الخميره. انا بستعمل يا جماعه الخميره، في الناس لو هي جايبه بط حط له خميره، جايبه فراخ بلدي ساسو ابيض حط له خميره. الخميره دي كويسه جدا جدا للفراخ، بتكبر الفراخ معاك بسرعه. لو انتوا فاكرين دوره الفراخ اللي هي المشعر اللي كبرت معايا اللي كانت اكتر من نصها ديوك ديت، دي يا جماعه كنت انا على طول دايما
كل اسبوع بحط لها الخميره 3 مرات في الاسبوع. كانت الفراخ ما شاء الله كانت في ناس بتكتب لي دايما في الكومنتات تقول لي لا الفراخ ديت مش عمر كذا. بالعكس يا جماعه فعلا والله انا ما كذبتش عليكم، كانت فعلا هو ده كان سنها، هو ده كان عمرها. يعني انا ببقى جايبه لكم الدوره، احسبوا معايا من اول يوم انا يعني صورت لكم الدوره فيه، واحسبوا بقى شوفوا الفراخ ديت يعني بقالها قد ايه او عمرها كذا. الناس اللي هي ما بتصدقش تمام. فكل الموضوع انا ما بعملش حاجه يعني غريبه او بعمل كل الحاجات دي طبيعيه من البيت. خميره، نظف المكان، التهويه يكون كويسه دايما. هقول لكم بقى على حاجه عشان الناس كلها تستفاد منها. ما حدش يا جماعه يعني انا عندي بلكونه زي دي كده اللي انتم شايفينها دي كده، هي لها باب، لها باب يعني مش باب يعني لا، ده انا حاطه لها حاجه زي ملايه ستره كده علشان تمنع عنهم بس الهواء. معنى كده ان انا معرشه لها من فوق وعامله الباب، معنى كده ان انا اسيب المكان مقفول عليهم لون ونار؟ لا طبعا، لازم اسيب جنبي هوا المكان، لان مهما كان الفراخ بيبقى لها نفس مع النشاره ومع المكان ممكن الريحه دي تتعبهم. وقلة التجديد التهويه دي ممكن تتعبهم يا جماعه، وما تخليش الفرخ يكبر معاك عشان تكون عندك يعني ايه فكره عن الموضوع ده. مهما كان الجو برد لازم تسيبي تهويه للمكان، دي اول حاجه. والاحسن ان انت كمان الفراخ عندك تبقى في الشمس، تخرجيها في الشمس شويه، كل يوم اخرجيها في الشمس شويه. لو انت عندك حتى كرتونه كبيره خدهم كده اهوت وفي الشمس قوم حطهم شويه، لو الشمس هاديه حلو تمام. تعالوا بقى نشوف الوصفه بتاعتنا يا جماعه عشان ما اطولش عليكم. انا معايا العلف البيض اهو، لا غيرت ولا عملت اي حاجه. ده يا جماعه ده العلف البيض، ما غيرتش ولا حاجه. ان شاء الله لما اجي اغير برده هعرفكم وهقول لكم ان انا هغير او مش هغير. معايا اللي هو معايا الكركم، معايا حبه البركه، معايا شويه قرفه. ده يا جماعه قرفه اهوت. يمكن انتوا في ناس هتسال طب بتقول طب انت حاطه قرفه ليه؟ هقول لك يا جماعه القرفه ديت يعني انت لو انت عرفت فوائدها جميله جدا، كل بقى المشاكل المعويه التنفسيه الحاجات دي كلها، الكركم كمان وحبه البركه كل الحاجات دي يا جماعه ده كويسه جدا. دي خلطات بقى مش هنعالج بقى لا بالادويه ولا الكلام ده كلته، هنخلي كل الدوره بتاعتنا ماشيه بالخلطات الطبيعيه. طيب لو لازم الامر بقى في اسهالات بيضه في حاجات كده، ده يا جماعه ممكن اقول لك ماشي دخلي فيها ادويه. لو الخلطات بتاعتنا ما جابتش اي نتيجه دخلي الادويه عشان الاسهالات البيضه والحاجات ديت ماشي. يعني احنا مش بنقطع خالص نسيب الفرخ يموت ونقول لا علشان ما ندخلش ادويه، لا ممكن لو في اي حاجه يعني لازم ان احنا ندخل ادويه بندخل ادويه. فانا دلوقتي هحط الفراخ اهو. القرفه دي جميله يا جماعه، يعني محدش يستهون بالقرفه دي، حطي قرفه. انا النهارده عملت الخلطه ديت، بكره ان شاء الله بقى لو انت الاسبوع ده ما عملتيش فيه خميره حاولي ان انت تحطي فيه مرتين او ثلاثه خميره. خلصنا يا جماعه كده الخلطه في قلب الاكل. تعالوا بقى نشوف الميه باذن الله هنعمل فيها ايه. دايما انا معوده قلت لكم يا جماعه الميه الخل حلو كويس جدا، معلقه واحده على لتر ميه، بس المعلقه كمان تكون صغيره، معلقه خل صغيره ما تكونش معلقه كبيره او نحط كده ندلق، لا الفراخ لسه معايا صغيره ما كبرتش ولا حاجه، معلقه على لتر ميه. المعلقه دي كويسه جدا، لها سحر رهيب يا جماعه. دي في اللي بتقتل معاكي اي ميكروبات معويه اي مشاكل معويه، ده كويسه جدا تمام. بعد كده نص ليمونه كده على الصبح قبل ما تعلفي الفراخ بتاعتك، نص ليمونه مع معلقه عسل برده صغيره كده على لتر ميه، وحطي للفراخ تشرب. دي بتطهر مصارين الفرخ، فتح شهيه، مضاد حيوي، فيها كل الحاجات ديت. بالطريقه ديت اضمن ان انت معاكي فرخ ما شاء الله صحته كويسه جدا، ما يتعبش فيه اسهالات في اي حاجه لا تمام كده يا جماعه. عشان الدوره تمشي معاكي صح من الاول اعملي كل الحاجات ان شاء الله اللي احنا بنقول عليها ديت. ده كده حطينا الخلطه للفراخ، والفراخ بسم الله ما شاء الله بدات تاكل فيها. الكركم ده كويس جدا يا جماعه، محدش يمنع الكركم دوت، دايما على طول حطه في الخلطات. بصوا بقى انا هقول لكم على حاجه، يعني الخلطات اللي احنا ضامنينها ومجربينها وبنعملها دي اعملها على طول، محدش بقى يا جماعه يعني احنا مش هنفتكس خلطات، لا كل الحاجات دي كويسه جدا، مجربه على الابيض، مجربه مع البط، مجربه مع الفراخ الساسو، مجربه مع الفراخ المشعر. انتوا دايما بتشوفوا على طول تربيه الفراخ معايا بتبقى شكلها ايه. كل الحاجات دي حاجات طبيعيه، اعشاب كويسه جدا ما تمنعهاش. ده بقى كده يا جماعه كان الفيديو بتاعنا النهارده، واتمنى يا رب يكون عجبكم، وان شاء الله استنونا في فيديو بكره ان شاء الله جاي باذن الله، وما تنسوش تحطوا لايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.